ارباع القرارات كويسه الحمد لله، بس يعني الدنيا ماشيه كده وماشيه كده. في قرارات كتير واحد بياخدها بيندم عليها يعني. انا من الشخصيات المتردده، ما بتاخدش القرار على طول، بس يوم ما باخد القرار ما برجعش فيه خلاص، يعني ببقى واثق في قراراتي شويه. بصراحه ما بندمش على القرار لاني بتأنى. بتأنى دايما في القرارات يعني. ممكن انا يعني اخد قرار يعني الحياه ما تساعدنيش فيه، ان انا اكمل في القرار ده. ماديا معنويا نفسيا، والناس البشر اللي حوالينا ما بيساعدش حد انه يكمل في قراره. في قرارات اكيد بتكون صح، بس ده بنعرفه بعدين لما بتكوني بتاخدي القرار في وقته مش بتكوني عارفه، الزمن بقى اللي بيوريكي القرار بتاعك صح ولا غلط. انا الحمد لله كل قراراتي خدتها وما ندمتش عليها. لا بشكل عام باخد قراراتي صح، وفي الغالب بسيبها على الله، يعني دايما اسيب نفسي كده للظروف المتاحه، واللي يمشي كده يبقى حلو ان شاء الله، وفي الغالب ما بندمش الحمد لله. قرار انا خدته وندمت عليه ان انا جوزت ابني ووقفت جنبه في جوازته، هو ده الاكبر غلط واكبر ندم اللي انا ندمت عليه. بحاول انا اخد قرارات صح، مش بان انا باخد تجربه يعني ايه، او ان انا باخد الخطوه بالسهل يعني، لازم بفكر فيها كذا مره قبل ما اخد الخطوه يعني. الحمد لله كل القرارات الحمد لله ربنا بيوفقني فيها، والحمد لله يعني بحاول اصلي استخاره قبل اي قرار ليا، والحمد لله ربنا بيعيني على القرار اللي انا باخده يعني. الحمد لله. هو في قراراتي وقتها بتكون صح، انما بعد كده مثلا زي خروجي من التعليم بدري ده ندمت عليه. ندمت ان انا دخلت كليه صيدله علشان بس اهلي كانوا عايزين كده. كنت شغال في مجال الكهرباء، وشغال فيه حاليا وانا جاي من الشغل دلوقتي، بس انا كنت حابب اشتغل في مجال المساحه وكده، بس ما كملتش يعني. اخذت دخلت المعهد واتدربت وكده بس ما كملتش، فندمت يعني ان انا ما كملتش. حاسه ان انا ما ابتديتش حياتي المهنيه صح، كان ممكن اخد كارير مختلف. انا بعد بس ما اتخرجت اتجوزت على طول، وابتدينا حياتي في حاجه ممكن تكون يعني انا اوفر اكتف، فممكن كنت اشتغل في حاجه تانية تديني بادجت احسن من اللي انا فيها دلوقتي. القرار اللي انا خدته وندمت عليه ان انا ربيت ولادي تربيه ايجابيه، علشان حسستهم قوي ان انا صاحبتهم ومعاهم بقى، ومفيش يعني فكره ان الام يعني اتكلموا بحساب واعملوا، وبعدين بقى في الاخر لما ما شاء الله تقولوا اطول مننا بقى، لو ماما دي صاحبتنا مفيش اي مشكله خالص 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 يعني.